السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأكواد القوية جدا اللي لازم نشتغل بيها الـ AIA CAD Layer Guideline، ده جزء من الـ US National CAD Standard. هنا بيحدد لي طريقة تسمية الليارات، تمام، بحيث إن أنا أول ما أشوف اللير أعرف على طول اللير دي بتاعت إيه، تمام. يعني لما نكون متفقين إحنا على الليارات، هو بيقسمها لأقسام، بحيث إن أنا أول حرفين مثلا لكذا، والجزء التاني لكذا، والجزء التالت لكذا، والجزء الرابع لكذا، بحيث إن أنت أول ما تشوف اللير تعرف اللاير دي، ده دي تبع المعماري، دي خاصه بالبلان، خاصه بكذا، خاصه بكذا. ويبدا يقول لك مثلا اول ما تلاقي مثلا حرف الاي تعرف ان ده اركتكشر، اس يبقى استراكشر، اي يبقى الكتريكال، تمام، وهكذا. حاطط لك هو الديسيبلين اهوت، تمام. والاكواد دي مهمه جدا، بحيث ان انت تشتغل عليك شغل يبقى كلنا بنتكلم نفس اللغه، مش واحد بيتكلم انجليزي، واحد بيتكلم عربي، واحد ما بقاش واحد بيسمي مثلا الول بيسميها وول، واحد بيسميها وولز، واحد بيسميها اول حرفين، واحد بيسميه اي ار وول، تمام. فلا لازم نكون موحدين اسامي الليارات، ده هيسهل كتير علينا. وممكن تخش على الموقع ال AIA او National CAD Standard.org تحمل ال standard دوت.